بسم الله الرحمن الرحيم، تلاميذي الأعزاء، تلميذاتي العزيزات، نلتقي بكم من جديد ومع نص قرائي بعنوان الحليب المبستر، الوحدة السابعة. حاولوا أن تلاحظوا معي الصور التي أمامكم، فهناك صورة تبين يعني أبقار، واضح تحلب لكنها يعني بطرائق وأدوات، هناك حلب آلي، طرق يعني عصرية بالنسبة للحلب، وهناك معمل الحليب. لكي نعرف هذا دعونا يعني نقرأ العنوان الحليب المبستر وعلاقته بالصورة. البقي الحليب يعني كما كان في الماضي يتم عن طريق الأيدي أو الأيدي، لا بل صار يعني الضيعات الفلاحية الكبرى تعتمد على تقنيات حديثة بالنسبة للحلب، كما أنها كذلك تعتمد على تقنية البسترة من أجل إيصاله إلى الناس في سلامة ويعني في بشكل سليم. نقرأ النص كي نعرف أكثر. يظن البعض أن الثورة الصناعية التي عرفتها أوروبا في العصور الحديثة اقتصر أثرها على الصناعات الثقيلة كالسيارات والقطر والطائرات، والحقيقة أن تلك الثورة اكتسحت الزراعة ومنتجاتها أيضا، فقد حل الجرار محل الثيران والحصادات محل المناجل والدواب، وقل مثل ذلك في الدواجن ومستخرجات الألبان، فقد حلت الآلة في هذه المجالات محل اليد العاملة، وتجلى ذلك في عملية الحلب، فقد بدأوا حلب الأبقار آلية، وتوقع كثير من المزارعين فشل هذا الاختراع، غير أن الحلب الآلية ما لبث أن شاع وانتشر حتى لم يبق في دول أوروبا كلها مزرعة واحدة إلا واعتمدت الحلب الآلي، وترتب عن ذلك ميزتان: الأولى النظافة التامة، ذلك بأن الحليب لا يمسه شيء غير الآلة ولا يتعرض لأسباب التلوث، فهو يخرج من ثدي البقرة بواسطة آلة معقمة، ثم يمر عبر أنابيب خاصة معقمة كذلك حتى يصل إلى أواني التجميع، وينقل من هذه الأواني إلى السيارات التي تحمله إلى حيث تتم بسترته وتعبئته. والميزة الثانية وهي السرعة الفائقة التي تتم بها هذه العملية والكميات الكبيرة التي يمكن الحصول عليها، فآلة واحدة تستطيع حلب بقرة حلوب في 7 دقائق، أما البسترة فتتم بتسخين الحلب وتبريده فورا، والقصد من ذلك قتل البكتيريا والجراثيم الضارة، وبعدها يصبح الحليب جاهزا للتعبئة ضمن العلب البلاستيكية والزجاجية بحسب رغبات المستهلكين وحاجاتهم. يوسف زعبلاوي، ملحق العربي، عدد 243، مارس 1980، بتصرف. إذن بعد قراءتنا لهذا النص سنحاول أن نعرف ما معنى الحليب المبستر، وأولا قبل ذلك لابد أن نعرف تأطير النص. لاحظوا معي صاحب النص، فهو يوسف زعبلاوي، يعني ولد بفلسطين بيافا، عمل في الزراعة والتجارة وبعدها مسؤولا عن القسم الأدبي بالإذاعة الكويتية، ثم محررا لبعض الأبواب الثابتة بمجلة العرب. إذن ف يعني نوعية النص فهو نص نثري عبارة عن مقالة، مجاله هو الفلاحة والصناعة، مصدره ملحق العربي، عدد 243، العدد مارس عفوا 1980 بتصرف، صاحبه هو يوسف زعبلاوي، انظروا حياة الكاتب صفحة 195. الأفكار التي يمكن أو الشروحات عفوا شرح المفردات، هناك معنى ظن حسب، ظن حسب، يظن يحسب، اقتصر أثرها، كان أثرها محدودا ومحصورا، حل محله أي أخذ مكانه أو وضع، تجلى ظهر وبدا واتضح وصار واضحا، بدا الأمر واضحا، اختراع وهو الابتكار، شاع أي انتشر وعم، نقول شاع الخبر أو شاع خبر انتقال العدوى وانتشر، ترتب نتج، معقمة التعقيم التطهير
وقتل الجراثيم لمنع تكاثرها، بسرته تعقيمه وتسخينه فوق درجة حرارة معينة، تعبئته تعليبه بوضعه في علب أو قارورات الفائقة الكبيرة والعالية فورا مباشرة. أنتم حاولوا إن شاء الله تعالى في البيت أن تركبوا هذه الشروحات في جمل مفيدة حتى تغنوا رصيدكم اللغوي، واضح؟ الأفكار الجزئية: الفكرة الأولى اكتساح ثورة صناعية للزراعة ومنتجاتها، تحول الزراعة من تقليدية إلى عصرية بسبب استخدام الآلات الحديثة بدل اليد العاملة والدواب، انتشار الحلب الآلي في جميع دول أوروبا، مميزات الحلب الآلي والمتمثلة في النظافة التامة والسرعة الفائقة مما أدى إلى وفرة الإنتاج. معنى البسترة: كما رأيتم في الفقرة الأخيرة فهناك تعريف البسترة والهدف من البسترة. الكاتب قال: وأما البسترة فتتم بتسخين الحليب وتبريده فورا، والقصد من ذلك قتل البكتيريا والجراثيم الضارة بها، وبعدها يصبح الحليب جاهزا. إذن بعد البسترة وبعد يعني عملية التسخين يعني قصد تعقيم هذا الحليب. القيمة التي الفكرة العامة: المجالات التي شملتها الثورة الصناعية وبعض مزايا الحلب الآلي وفوائد بسترته ضمانا لجودته وخدمة لصحة المستهلك وتلبية لحاجاته. إذن هذه هي الفكرة التي يتمحور حولها النص. هناك قيمة النص، نقول قيمة إنه قيمة صناعية من صنع الآلات الحديثة، وهي قيمة أيضا فلاحية تمثلت في الزراعة كما أشار إليها الكاتب في هذا النص. إذن حاولوا أن تستثمروا هذا النص، وحاولوا أن تنجزوا التمارين المتعلقة بأجيب وأحلل وأناقش والأساليب لكي تعرفوا يعني ما تعرفوا أكثر إن شاء الله تعالى عن هذا الموضوع. وإلى فرصة لاحقة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.